سلام، ان شاء الله يا ربي تكونوا كاملين ملاح ويلقاكم هذا الفيديو في صحة وسلامة وعافية. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وروتين جديد، روتين شتوي بامتياز. اخيرا رجعت هبت الشتاء تعب بكري تاع المطر ما تحبسش، والحالة مغيمة والبرد وما كان لا دخل لا خرجة، فالحمد لله على هذه النعمة. بديت معاكم الروتين بالفراش، راح نبدلو ونشارك معاكم واحد الطريقة باش تعقمي بلاصتك، فبقاو معايا حتى الاخير وما تنساوش الصلاه والسلام على رسول الله. ماشي اذا نحيتي لي درا وبدلتيهم بوحي جداد معناتها راح يكونوا نضاف، الجراثيم راح يكونوا في المطله نفسها من الشعر من العرق حاشاكم. اليوم وبما انه الجو بارد وبلا ما تخرجي المطله لبرا وتبقى تسني في الشمس والهواء، طريقه سهله مهله، كل اللي نحتاجه هو بيكربونات الصوديوم نرش على كامل المطله. الفايده تاعها انه تقتل الجراثيم اللي تكون فوق المطله وتقتل الخلايا الميته. تحطيها وتخليها واحد نص ساعه وتجبديها بلاسبيراتور، ومن بعد باش نخلي ريحه شابه في المطله نعاود نرشها بصابون الغبره، راح يخلي واحد الريحه هايله. الوصفه هذه نصحكم تجربوها، على الاقل تستعمليها مره في الشهر باش هكا تحمي روحك وتحمي عائلتك من الامراض والجراثيم. ما لقيتش الراس تاع لاسبيراتور باش نبدلو، راني ناسبيري بهذا لازم نزرب، ما عنديش الوقت باش نحوس اصلا، رجعت نسى بزاف، صدقوني نسيت وين حطيته. رجعت الذاكره تاعي كارثه، كي قريت عليها قالك الام المرضعه من السهره ترجع التركيز تاعها ناقص والذاكره ضعيفه، وماشي غير الام المرضعه، الام اللي تصار اون جينيرال. هاد الفراش من اللي حطيته ما دخلش قلبي، ما نعرف علاه، حطيته واحد اليومين هكاك وجات في بالي نبدلو. هكا كاين فراش كي تفرشيه تحسي شومبرتك هكا طوات وبهاتي، يزيد حاجه هكا فيها، وكاين فراش العكس تحطيه تحسي لا شومبر تغمت، وكي تدخليها ما تعجبكش هكا ما ترتاحيش فيها. ما لا ديسيديت نبدلو، درك تشوفوا واش حطيت. هنا كنت لقيت واحد ليطاش لازم نحيهم باش نخبيهم، هذا سور غيت. شفتوا هذوك التعليقات اللي كانوا يجوني في نهار درت الفيديو هذاك تاع روتين عروسه جديده، وجوني واحد التعليقات يقولوا لي اصبري نهار تجيبي الدراري وتمتعي مدامك وحدك وتمتعي، هذه ما تزيديش تشوفيها راني فيها خلاص ايام التعرويس. نهار كانت الحاله تشعل، كان كلشي في بلاصتو وما كانش لي يوسخ لي، بصح درك سيرتو خاوتي شهر ثامن صعيب بزاف، شهر ثامن على بالكم يقول لك شهر ثامن راهو في مرحله الانفصال الشغل. هو كان صغير كان حسب بلي هو الام تاعو واحد، يعني انا وهو واحد، بعد في الشهر الثامن يبدا يفيق، تما كل ما نغيب عليه هكا ولا يبدا يبكي. هما دراري صغار ما يفهموش، مادام ما يشوفش فيك يعني راكي رحتي ما تديش تولي، ما يفهموش هادي كي رحتي وتزيدي تولي. هادي هي يا خلايا ندبلها كامل، ما لقيتوش هادي تاع غسيل شتو. دونك العرايس الجداد غير تمتعوا، درك انا وليت نهضرها العرايس الجداد تمتعوا بخشكم مادام ما عندكمش الديناصورات الصغيره. سي بون هكا يكون هكا باش ما نغسلهاش، ما عنديش الوقت اصلا باه نغسل. ونخبيها في الكنافيه تاعي صبر، فنخبيها في الكنافيه تاعي. نصحكم كي تشريو السرير تاعكم شريوه باش تقدروا تخبيو فيه، لانه يهنيكم بزاف الحوايج يهنيكم الحوايج بزاف. بسم الله ما شاء الله، اشترى هي دايره حاله الجو اللي نحبه.
هذه هي النتيجة، عجبتني بزاف، وجا سرير كلاس ومتحف. نحب بزاف ستيل هذا السامبل، يشبه لتاع لي زوتيل. حاجة في البلو مع انتوش سامبل في الكري، وتقدروا ميم تبدلوا مثلا تحطوا في بلاصة الكري الأحمر ولا الأصفر، أي لون يجي باهي. تبقاو برك تلعبوا على ليكوسان ديكوراسيون والبلاد. مثلا أنا ناوية إذا كتب ربي إن شاء الله كي تكون عندي مناسبة خاصة نحط الأحمر، يجي بزاف بزاف شباب. أني نيماجيني فيها مع ورد أحمر يجي واو. ناوية في عيد ميلاد الزوج إن شاء الله نديرها إذا كتب ربي. العرايس اللي راهم يتبعوا فيا لازم تدو كشكوات في البيض، يزيد النص في لاشامبر. انا ما نحبش بزاف الزوار، ما نعرف نحسهم ستيل قديم هكا، يعني باش نغطي بيهم ملاح يدفوا، بصح باش نعدل بيهم الفراش ما يعجبونيش. مليحه كنت كثروا تاني ملي كشكوات هكا، تحسوا ديما لاشامبر تاعكم جديده وتبدلت، من النفسيه تاعكم تبدل. يعني تديو كوات واحد ولي كشكوات بزاف، ومم كي يتوسخ هكا حاشاكم تقدروا تبدلوه، وسهل الغسيل. هنا نخبي الفراش تاعي ولي كوات، مساعدني بزاف نخبي فيه كلش. الحاجه اللي ما تعجبنيش نرميها هنا. هادو رحمه ربي تقرط هذا له هنا هيك بلاصتو، ونغلقو ليه هكا. طرح هذا تاع الصوف قد ما نقول لكم ثقيل، ما تامنوش عقولكم، كسر لي ظهري عيي. درك نرجع المخاد، نحطو المخاد هكا، هادي الصغيره نحطو على البلاصه. فوالا هكا نكونو كملنا. شوفوا هذا هو، ما يبان ما والو، نضرب مسحه خفيفه كما يقول الشعب الجزائري. ما راحش نزرزق الماء ونمرمد الحاله، ديجا راه البرد. كي كنت نمسح هنا السم كان يدخل، بصح انا ما حسيتش لانه كنت نتحرك. هاد البالي اللي راني نمسح بيها ما نعرفوا واش يسموها، هايله تمسح غايه، بصح مليحه للدار اللي تكون ديجا نقيه، ماشي مدخوله بزاف ولعبات فيها بزاف. اللي يحبوا الماء والرغاوي ما راحش تبرد لكم قلبكم، شاني نهضر، اللي يحبوا الماء والرغاوي ما راحش تبرد لكم قلوبكم، فما ننصحكمش بيها. هنا مسحت تحت السرير، مسحت تحت الخزانه، ما خليت حتى بلاصه. وهنا نكون كملت البيت الحمد لله، كان داير لي غمه ما قدرتش لا نفرزو لا نسيقو، ولا بالكم شكون السبب. ديجا راكم سمعوا في الصوت تاعو في لا فيديو. هاد اليوم شحال شباب، فيه المطر، فيه قوس المطر، فيه الربيع، فيه الخضوريه، فيه كلش. لاسبيراتور تاعي لاحظت باللي رجعت ما تجبدش، وانا ملي شريتها ما نظفتهاش، فديسيديت هنا باش نفكها وننظفها. بديت بهاد الفم تاعها، نحيت له البولونات واحد، اصبر دقيقه طاح، نزيد نحي الثاني، ما نحبش يتنحى، ونحي الثالث والرابع ونفكها. هذه هي من الداخل، شوفوا لي الكوارث هنايا، شوفوا لي الغبره هنا. هنا جبت بخوصة دون ما نستعملهاش، واني ننظف فيه. لقيت كوارث، لقيت الشعر، لقيت الغبره، لقيت كلش. نغسلهم، نغسلهم مليح مليح. شوفوا لي هنايا ثاني هذا، لازم مرة على مرة هكا تنظفوها، على الأقل خطرة في 3 شهور في 6 شهور، ما لازمش تخليوها هكا. مام الخدمة تاعها تنقص هكا تولي ما نجمدش مليح. هادو لازم نمسحهم مليح، لأنه صادي بوكو نخليهم شمخين يحكمهم الصديد، فلازم نمسحهم. نزيد نمسح هذي، نجو درك لهذه، هذه هي الاساسيه القرعه هذه، درك نجو ليها. نمسح هذا منا يدخل الهواء، منا كان مركب التويو هذاك تاعها، نمسحها مليح. انا كانت مضيفه من برا برك شويه هكا، مسحتها شويه شويه. وهذه هي نقولوا الصح
هنا فرغتها. هذا هو لي صابون وبيكربونات الصوديوم اللي خدمنا بهم. نرجعو رمادي مش بويض، نفتحها منا هكا. وهذا الفلتر، شوفوا لي شوفوا لي الفلتر كيفاش معمر، شوفوا لي كوارث هنا معمر. نزيد نحي هذا، هذه هي ما عرفتش نحيها هنايا بالسيف باش نحيتها. وكل من الفيديو هذا اللي صورت على بالكم بلي ما نعرفش نركبها، بسيف باش نحيتها. هذا هو شوفوا لي معمره بالغبره. حط شويه ايزيس في الماء ونبدا نحك. الفلتر هو اللي لقيتو موسخ بزاف، شوفوا لي جامع الغبره كلش. نظفو هذا، لازم يبقى في الشمس على الاقل 4 ايام، لازم ينشف مليح مليح باش تعاودي تركبيه. نحي الشعيرات هادو لقيتهم لاصقين فيه ونعصرو. وهكا نكونو كملنا ورجعت نقيه. حطيتها هنا، كان الفرن مشعل، حطيتها بحدا الفرن نشفو بالخف. فلتر برك ما حبش ينشف لي ليه ليه. راح نشارك معكم وصفه مطلوع نجحه 100%. والحاجه المليحه فيها انه ما تحتاجيش تعجني، يعني الفنيانات والامهات المعدبات اللي كيفي واللي جامي ما حطت يدها في العجينه تلايمو هنا، غير مضيعين وفتحيها تلقايه واجد. وماشي غير الفنيانات اختي، حتى نسى الفحلات والخدامات لهليكم تعبوا العجين والنتيجه وحده. مقبل جربت الوصفه هذه وما نجحت ليش، قلت زعما جربتها العجين ما صورتش النتيجه لخاطرش ما تشرفش. تبعوا معايا وحفظوا الوصفه رمضان، توجدوها في الدقيقه الاخرى ونقولوا بسم الله. نحتاجوا 500 غرام سميد، انا راح نكيل بهذه تاع صول فيها 250، ثم اذا عندكم تاع 500 غرام احسن، يعني راح نحط زوج منها سميد، مغرف كبيره سكر، مغرف ونص خميره تاع الخبز، راح نبدل الصحن هنا جاني صغير، نزيد زوج علب مذافي، واحد زوج، تخلطهم شوية ومن بعد نميكسيهم بالبراميكسور واحد الخمس دقائق. لازم نميكسيهم مليح، لازم العجينة تدخل في بعضها. شوفوا لي كيفاش جا هنايا، هي بدات العجينة كشغل تلاصق هكا، جاية كيما البغرير. نزيد 3 مغارف تاع زيت ونحرك مليح. زوج علب فارينة، وفي الاخر نزيد واحدة خميرة كيميائية ونحركو هكا بشوية، نخلطهم بشوية، تحبي بالمغرف برك، ونزيدو نص مغرف ملح، خلطهم بالمغرف، تحبي بالمغرف برك، انا ما قنعتنيش، حبيت نمس بيديها. لازم نمس العجينه بيديا، ما نحبش كي تولي تلاصق في صباعي، على بالكم ما نحبش الحاله هذه. ومن بعد ديريكتومون نشكل العجينه، ندهن اول حاجه يديا بالزيت باش تجيني سهله كي نهزها، ونرمضها في سميد رطب. نحلها انا، هذا واش لقيت طريقه باش نرميها في الطاجين، جبت صحن وحطيت له ساشي مع شويه سميد ما راحش تلصق. كاين اللي يديروا ورق الطبخ، جاب لي ربي هذيك الطريقه اسهل. نحلها مليح ومن بعد نغطيها ونخليها تحمر واحد ربع ساعه حسب المكان اكيد. اذا كان بعد نحطها على نار متوسطة، أكيد الطاجين يكون سخون مقبل. وهذا مكان وهذه هي النتيجة، ندهنوها بشوية زبدة وشوية ماء.
حطوا شويه زبده على يديكم ودهنوها هكا باش تيجي طريه ما تجيش القشره هذيك يابسه. نقصوا هنا معاكم، اصبروا دقيقه حبش يتقص. شوفوا لي من الداخل كيفاش جاي، يعني الصوره تحكي وحدها، جاي شهذا طري وخفيف جاي هايل، يعني اول مره يصدق لي. اصبروا دقيقه نزيد نقصوا هنا، هذا هو بونج، جاي بونج. دقيقه نفتح لكم الداخل، شوفوا كيفاش جاي من الداخل، شوفوا لي كيفاش ما جايش معجن وجاي خفيف، يعني لازم تجربوه هذه الوصفه، لازم تجربوها في رمضان. وهذا ما كان، هنا نكون وصلنا لافانس على فيديو، نتمنى انه تكونوا استفدتوا منها، خلوا لي رايكم في التعليقات واستناوني في فيديو جديد وموضوع جديد. تهلاو لي في رواحكم وفي امان الله.